السلام عليكم. تتداخل الأوضاع وتتشابك على امتداد الرقعة الجغرافية اليمنية الممتدة شمالاً وجنوباً، ويبدو مسار الشرعية هو المسار الوحيد الواضح والبين والمحدد الذي من خلاله يمكن لليمنيين أن يعبروا إلى بر الأمان. وأي مداخل وتفرعات عن هذا الطريق ما هي إلا فرص تهدر وضياع للأموال والأوقات وإزهاق أيضا للأرواح. فما تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في عدن وتعز وغيرها من الجبهات؟ وكيف ردت الحكومة الشرعية في بيانها على مختلقي الفوضى ومثيري الحروب والمعارك؟ وكيف تؤثر الأجندات الخاصة على أمن واستقرار ووحدة اليمن؟ تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المشهد اليمني موضوع حديثنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل الوطن. هذا الموضوع أناقشه مع ضيوف أكارم سيكونون معي عبر الهاتف من مدنيين ومحللين سياسيين وعسكريين. لكن في البداية مشاهدينا دعونا نذهب لمتابعة هذا التقرير الذي أعده زملائنا. في فاتحة شهر الثورة الشعبية تؤكد الميادين والجبهات أن الكلمة الأولى والأخيرة هي للشعب وجيشه الوطني. حديث الجبهات الذي هو أفصح ما يكون فعالا وبطولات ألقى على الحوثيين الكآبة بعد أيام من ابتهاجهم بأحداث عدن التي ظنوا أنها ستنتهي إلى تمزيق الوطن بين ميليشيا متعددة اللافتات موحدة الهدف. ظن خيبه أبطال الجيش الوطني الذين تقدموا على أكثر من جبهة وفي المقدمة منها تعز التي أذلت الحوثيين. فبعد الإعلان عن تحرير الصلو والتقدم باتجاه الدمنة تتوالى الانتصارات في تعز على مختلف الجهات، إذ تم تأكيد استعادة مرتفعات الكريفات الاستراتيجية إضافة لاستمرار الانتصارات التي يصنعها أبطال مستشهد بعضهم وضحى البعض بقدميه كي يقف الوطن على قدم الدولة المنشودة، فيما يواصل آخرون مسار النصر وعيونهم على مستقبل لا مليشيا فيه. أشعة النصر التي تغمر تعز وجدت طريقها إلى كهوف صعدة لتبدد ظلماتها، إذ أكد القائم بأعمال قائد المنطقة السادسة العميد الركن منصور ثوابه أن معقل الحوثيين أصبح مطوقا من مختلف الجهات، وأن الأيام القادمة تحمل مفاجآت للحوثيين الذين يخسرون مزيدا من قيادتهم وأفرادهم مع استمرار عملية قطع رأس الأفعى الجاري تنفيذها في صعدة. رؤية الحوثيين لهزيمتهم عين اليقين في كل الجبهات تدفعهم لتكثيف الهجمات بحثا عن ثغرة يعودون من خلالها، غير أن جيش الوطن الواقف على كل ثغرة يؤكد أن لا مستقبل للميليشيا في مستقبل الدولة الضامنة لمواطنيها مواطنة متساوية. وعلى سبيل المثال، انتهت محاولة هجوم للحوثيين في الجوف إلى وقوعهم في كمين الجيش الوطني وسقوط أكثر من 15 حوثيا في كمين محكم. كمين تقع الميليشيا بعمومها فيما هو أخطر منه بتناسيها، حقيقة أن الميليشيا مهما امتلكت من سلاح فلها فقط جولة، وأن اليمنيين لهم المستقبل والدولة. دولة اليمن الاتحادي الذي توافق عليه اليمنيون، وتلك حقيقة أكد عليها بيان الحكومة الشرعية عن تمرد الميليشيا في عدن، حيث بدا واضحا تأكيد الشرعية أنها الأبقى لممارسة عملها من هناك، مجددة الشكر لكل من يقف مع اليمنيين وشرعيتهم ودولتهم وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية. شكرا للزملاء معدي هذا التقرير، وأجدد ترحيبي بكم مشاهدينا وبضيفي من مارب عبر الهاتف الصحفي أحمد عائض، رئيس تحرير موقع مارب بريست. صحفي أحمد أهلا وسهلا بك. أحمد هل أنت معي؟
إذن من المفترض أن يكون الآن معنا أحمد عائض رئيس تحرير موقع مارب بريست للحديث حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على المشهد اليمني. هو موجود معنا عبر الهاتف إلى أننا فقدنا الاتصال به. فيما يتعلق حقيقة بتطورات الأوضاع الميدانية والسياسية في عدن، هذا هو موضوعنا اليوم، كيف أن الأحداث في محافظة عدن عكرت أجواء يعني العملية أو الأجواء السياسية والأجواء أيضا الأمنية والأجواء العسكرية، إلى أن اليوم الحكومة الشرعية أعلنت انتهاء عملية أو محاولة الانقلاب حسب ما وصفتها التي كانت في عدن. هذا الانتهاء إن كان قد انتهى بشكل كامل أو أنه فشل، لكن معطيات الأرض تقول بأن الأمور تسير بإذن الله تعالى وبرعاية كريمة من قبل التحالف العربي نحو استتباب الوضع واستقراره بشكل أفضل مما هو عليه الآن. حاول هؤلاء أن يثيروا الشغب ويحدثوا الفوضى، والكثير تحدث على أن الغرض من هذه الأعمال كان تعطيل عمليات عسكرية انطلقت في تعز وغيرها، هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا تعطيل عمليات إمداد إنساني كبير كانت تعد له المملكة العربية السعودية ودول التحالف ليشمل كثير من المحافظات اليمنية. إذن معي الآن مستشار وزير الإعلام الصحفي مختار الرحبي. أهلا وسهلا بك سيد مختار. أهلا وسهلا بك أبو المشاهدين الكرام وبالضيوف الكرام جميعا. مرحبا. نتحدث اليوم عن تطورات المشهد أو الأوضاع السياسية والأمنية، ولو عدت إلى كلامي قبل قليل الذي أشرت فيه إلى حديث أو إعلان الحكومة بانتهاء محاولة الانقلاب التي كان يخطط لها في عدن، هذه المحاولة كيف عكرت المشهد السياسي والعسكري والأمني؟ بكل تأكيد أخي مختار، فإن العملية الانقلابية الفاشلة قامت بعمل عراقيل متعددة، منها أن المعركة التي كان يجب على الجميع أن يجعلها نصب عينيه وهي معركة تحرير اليمن من ميليشيا الحوثي، نتفاجأ أننا نشهد انقلاب آخر في العاصمة المؤقتة عدن التي يعني من المفترض أن تكون هي المنطلق لتحرير كافة المناطق اليمنية. بالتالي نقول أن ما حصل في مدينة عدن قد أعاق معارك متعددة، خصوصا في ظل الانتصارات التي تم تحقيقها في الأيام الأخيرة في مدينة تعز وكذلك في الساحل وفي الجبهات الأخرى. نقول أن العملية الانقلابية يعني وكما جاء في بيان الحكومة اليوم أنها تؤثر على يعني سير العمليات القتالية وأيضا تعيق تنفيذ القرارات الدولية في اليمن، وأدانها كثير من الدول الصديقة والشقيقة أدانت هذه العملية التمردية، لأنه لا يمكن أن يحدث ما حدث في عدن ويتم الصمت عليها، يعني أن تقوم ميليشيات تمتلك السلاح الثقيل وتقوم بمحاصرة مؤسسات الدولة وتقول أننا نريد لدينا مطالب سلمية تتمثل بإسقاط الحكومة. من يريد أن يسقط حكومة فهناك إجراءات وهناك يعني أعمال يمكن أن يقوم بها في إطار الطرق السلمية، وليس أن يحمل السلاح الثقيل والدبابات والمسطحات وأن يذهب إلى القصر الرئاسي ويقول أنه سيسقطه وأنه في ظل الشرعية وأنه يحافظ على الشرعية. يعني لا أعرف كيف يمكن أن تقوم هذه الميليشيات أن تعترف بشرعية الرئيس ولا تعترف بشرعية رئيس الحكومة، تعترف بالتحالف العربي الذي جاء للحفاظ على الشرعية وإعادة الشرعية وتريد تقويض الشرعية داخل المناطق المحررة. نعم. طب سيد مختار سأعود إليك، عاد إلي الآن الصحفي أحمد عايد رئيس تحرير موقع مارب بريست من مارب. أهلا وسهلا بك الصحفي أحمد عايد. يا مرحبا بكم. أهلا وسهلا. إذا عدت إلينا واستكمالا لما ذكره مستشار رئيس وزير الإعلام مختار الرحبي في ما يتعلق بالأوضاع، والسؤال الذي سألته على كيف انعكست أحداث عدن على الوضع السياسي والميداني، كيف يمكن وصف الأوضاع الآن وقد أعلنت الحكومة بأن مجريات الفتنة التي في عدن توقفت أو انتهت؟ طبعا لا يمكن القول على ان ما يجري الان بمحافظه عدن يعني هو تعريه لهذه العناصر الارهابيه التي ظهرت على غير حقيقتها،
التي ظهرت على انها تستعي الوقوف الى بجانب القضيه الجنوبيه، واذا بهم في المباحثات يعني يطالبون مطالب ليس لها اي علاقه بالقضيه الجنوبيه ولا بالجنوب، لا ارضا ولا انسانا. هناك مطالب يعني طلبت منهم ان يتحدثوا عنها. اعتقد ان ما حصل خلال الايام الماضيه هو حرق كارت المجلس الانتقالي الانقلابي امام الجنوبيين انفسهم، خاصه اذا وقفوا امام هذه التداعيات التي يمكن القول على انه هذا المجلس يعتبر خائن بكل ما تعنيه الكلمه، خائن للثوره وللوطن وللجمهوريه وللقضيه الجنوبيه يعني في الخصوص. أن تتحول أن تخرج يعني بين عشية وضحاها ويسقط قرابة 400 قتيل وجريح لقضية تافهة يعني تذكر المطالب الخفية التي تقدم بها المجلس الانتقالي، مطالبة لتمكين شخص كانوا يصفونه في الأيام الماضية على أنه من النظام السابق وأنه من المحتلين لأرضهم وبلدانهم، وإذا بهم يقدمونه بهذه الصورة. أقول الآن الأوضاع مختلفة، لا يمكن لأي طرف آخر خاصة بوقوف المملكة العربية السعودية الموقف الحازم أو الداعم للشرعية. نتمنى أن يمضي بيان الحكومة اليمنية الذي كان بيانا قويا وقد ألمح في مجمله للقرارات الدولية التي بموجبه أدخلت عائلة صالح والكثير من الحوثيين داخل الحقوقات الدولية. هناك تلميح على إدراج القائمين بمثل هذا الانقلاب بالعقوبات الدولية إن حصل، وأنا أعتقد أن هذه النقطة لو حصل هناك تعاون خليجي مثل هذا الإدراج. الشرعية كان موقفها ثابتا ممثلة بالرئيس، ثابتا ومشرفا صدقت أمامه كل الخيارات والأطماع والضغوطات التي حاولت بعض الأطراف أن تمررها. قد نكون تألمنا أو خسرت الشرعية بعض من دماء أبنائها أو من بنيتها التحتية في عدن، لكنها انتصرت اقتصاديا وانتصرت سياسيا وانتصرت عسكريا. نعم، أعود إلى سيد مختار الرحبي. وصل وفد أيضا أو فريق أمني من قبل التحالف إلى عدن، والحديث اليوم على أن الأمور في طريقها إلى عودتها للوضع الطبيعي، بالتالي هذا الأمر يجعل الأنظار تتجه لاستكمال عمليات التحرير، ما المطلوب أكثر؟ طبعا هذا الوفد هو حينما وصل إلى مدينة عدن هو أيضا للتحقيق في أسباب هذا التمرد و كيف استطاعت هذه الميليشيات أن تحتل مؤسسات الدولة، وأيضا سلمت بعض المعسكر اللواء الرابع حماية رئاسية تم تسليمه للقوات الحكومية. بالتالي أنا أقول أن إنهاء التمرد الذي حدث في مدينة عدن لا يمكن أن يتم إنهاؤه، ولا يمكن أن يعني ضمان عدم تكراره إلا بدمج هذه الميليشيات الخارجة عن إطار القانون وعن إطار الدولة الشرعية. لا بد أن يتم إدماجها، ولا بد أن تؤمن هي بالشرعية وأن تعمل في إطار الشرعية. ما دون ذلك سنشهد انقلابات في حضرموت، انقلابات في شبوة، انقلابات حتى في مدينة عدن، طالما أن هناك ميليشيات تمتلك الدبابات، تمتلك المصفحات، تمتلك الأفراد المدربين والذين يتلقون دعما مباشرا. بالتالي نقول أنه الموقف المملكة العربية السعودية هو موقف إيجابي وهو موقف مبدئي لدعم الحكومة الشرعية منذ إعلان عاصفة الحزم، وما قبل ذلك على مر التاريخ المملكة كانت عنصر إيجابي لدعم الحكومة اليمنية والشعب اليمني. بالتالي الموقف التحالف، موقف المملكة العربية السعودية هو موقف إيجابي لإعادة الأمن والاستقرار واستئناف معارك التحرير في الساحل، في تعز، في صرواح، في نيم، في كل المناطق وفي كل الجبهات، لأننا لا نريد أن تكون هناك معارك جانبية، نريد أن تكون معركتنا هي تحرير اليمن الميليشيات الحوثي الإيرانية، وبعد ذلك ممكن أن نضع كافة النقاط، كافة القضايا على طاولة الحوار وأن نتحاور وأن يضع كل طرف من الأطراف السياسية قضيته وما يريد ومطالبه، لكن أن تأتي الآن وأن يتم عن الشرعية من الخاسرة وأن يتم استهداف الشرعية من العاصمة المؤقتة، فأنا أعتقد أن هذا غير يعني
غير مقبول ولا يمكن التغاضي عليه. وأنا يعني أدعو الحكومة إلى أن تكون حازمة في هذا الملف. لا يمكن يعني في الغد إذا كانت هناك مطالب لأي في أي منطقة من مناطق اليمن، هل يمكن أن تكون يعني ما حدث في مدينة عدن هو تأسيس في مرحلة قادمة أنه في كل منطقة تأتي وترفع الشعار وتخرج بالسلاح وتحتل مؤسسة الدولة وتقول لدينا مطالب سلمية ونريد إسقاط الحكومة؟ من يريد إسقاط الحكومة عليه أن أولا أن يطرح هذه القضية للحوار، بعد ذلك الحكومة تناقش هذا الموضوع وليس عن طريق الانقلابات والحركات العسكرية والتمردات العسكرية التي يرفضها العقل والمنطق. ولا يمكن لأي دولة في العالم أن تقبل ما حصل في مدينة عدن، أن يحصل في أي دولة في العالم أن تقوم بالأشياء المسلحة وتتمرد على الدولة وبعد ذلك يقولون أنها مطالب سلمية وأنهم يمارسون حقوقهم السلمية والسياسية. هذه مطالب انقلابية متمردة يرفضها العقل والقانون والدستور وكذلك المنطق والعرف في كل أنحاء العالم. الصحفي مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام كنت معنا، شكرا جزيلا لك سيد مختار. وأعود إلى الصحفي أحمد عايض رئيس تحرير موقع مارب بريست. أحمد، فيما يتعلق بحزمة الإجراءات التي قامت بها الحكومة والشرعية وزارة الخارجية وكذلك رئيس الجمهورية، يعني كل ما قامت به الميليشيات اصطدم بصلابة موقف الشرعية والحكومة، هل يكفي؟ سألتك هل يكفي كل ما قامت به الحكومة من ثبات في موقفها وأيضا امتصاص لما حدث في عدن؟ بيان الحكومة اليمنية هو أولا موجه يعني بشكل خاص للمجلس البلادي والحكومة الأشقاء في التحالف العربي أن يكونوا عودة لها. أعتقد أنه من الواجب الآن على الحكومة اليمنية أن تبادر إلى دمج كل من النخب الشبوانية والنخب الحضرمية وكل ما في هذه المسميات التي هي خارج مسميات الشرعية ومسميات وزارة الدفاع اليمنية وإدماجها بمكونات وزارة الدفاع اليمنية والجيش الوطني خصوصا وأن تكون تحت قيادة الشرعية. لا نقبل بتكرار أن ننشئ ميليشيات يعني موازية للجيش الوطني. ما الفرق بين الميليشيات الحوثيين وميليشيات العيدروس الحبيبي أو الانقلابيين؟ يعني أي موافقة مستقبليا من الحكومة اليمنية على بقاء مثل هذه الميليشيات فمعناها أن الحكومة اليمنية تؤجل معارك قادمة ربما تكون أكثر ضرورة وأكثر ألما في أكثر من محافظة وأكثر من جهة يمنية. الأمر يتطلب أن يتم معالجة كل الأخطاء التي ربما تساهلت الحكومة اليمنية مجاملة لطرف خليجي ما أو من هذا القبيل. يجب أن تكون كل البنى العسكرية تابعة للشرعية، يجب أن تكون كل التشكيلات العسكرية والأمنية في المحافظة الجنوبية تحديدا تتبع الرئاسة هيئة الأفكار اليمنية والجيش الوطني بشكل عام. هذه المعالجة السريعة نضمن أي محاولات للتمرد القادمة في أي مكان. ومن لديه مطالب فهناك يعني أطر وقوانين وأساليب محددة للمطالب عنها والحصول عليها. نعم، الصحفي أحمد عايض رئيس تحرير موقع مارب بريست أشكرك جزيل الشكر. وقد أثرت يعني أشرت إلى كيف أن هذه الإجراءات أثرت على المشهد الأمني وأثرت على المشهد العسكري، والمشهد العسكري بلا شك تأثر. وكنا أيضا وما زلنا بانتظار أن يكون معنا أحد قيادات الجيش الوطني في تعز أو المتحدثين هناك لنستطلع من خلالهم طبيعة الأوضاع، كون هذه الجبهة هي الجبهة الأكثر اشتعالا هذه الأيام، ومعي أيضا لتسليط الضوء على جبهة من جبهات القتال القوية والشرسة والتي تكبد الميليشيات خسائر باهظة سواء في الأرواح والعتاد، إنها جبهة ميدي مع المقدم بندر المهدي رئيس المركز الإعلامي بالمنطقة العسكرية الخامسة. سعادة المقدم بندر أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أخي. مرحبا. في ظل حديثنا ومتابعتنا وتسليطنا الضوء على الأحداث في عدن والمحاولات التي قامت بها ميليشيات مسلحة للانقلاب على الشرعية والسلطة هناك، كيف كانت الأوضاع تدور في ميدي؟
اهلا وسهلا بك يا اخي الكريم، تحيه لك وتحيه لكل المشاهدين. انا ليس لدي شاشه ولم اتابع يعني من سبقني من الضيوف او الحديث، لكن فيما يتعلق بجبهه ميلي، كانت هذه الجبهه التي كما تفضلت يعني يخسر فيها او تخسر فيها الميليشيات الكثير من قادتها وافرادها وعتادها. فكان مطلع 2018 وشهر يناير المنصرم كان شهر اسود على هذه الميليشيات، وكما يعني لاحظ المتابعين لهذه الجبهه خاضت قواتنا المسلحه قوات الجيش الوطني معركه شرسه مع الميليشيات، تعد معركه الجمعه الموافقه 12 يناير من اشرس المعارك خلال عامين، حيث حاولت الميليشيات ان ترمي بكل ثقلها محاوله فك الحصار على بعض جيوبها المحاصره داخل المدينه، وهناك اكثر من هاجمت باكثر من 180 مقاتل يعني بعتاد قوي و يعني مسلحين باسلحه متوسطه خفيفه ومسنودين باسلحه ثقيله، الا ان كل تلك الجهود التي اعدت لها الميليشيات باءت بالفشل، وخسرت الميليشيات خلال الاسبوع يعني المشار اليه اكثر من 117 يعني قتيل، وكذلك يعني خلال شهر يناير وتحديدا في تاريخ 21 يناير كانت هناك عملية نوعية لقواتنا المسلحة في التشكيل البحري، حيث تمكن أبطال هذه الوحدة البحرية من التصدي يعني فرق زراعة ألغام، حيث كما يعني نقل إليكم وإلى وسائل الإعلام تمكن الأبطال من إحراق زورق للميليشيات، وكذلك يعني السيطرة على زورق آخر بعد قتل اثنين من أفراده وأسر ثالث. هؤلاء الخمسة الذين قتلوا مع السادس هم خبراء يعني في زراعة الألغام البحرية، وكما يعني شاهد المتابعين وقناتكم من القنوات التي يعني تغطي هذه الأحداث، وبالتالي فإن قواتنا في هذه الجبهة تخوض معارك مستمرة مع هذه الميليشيات التي هي يعني تعيش أسوأ أيامها، والأيام القادمة سوف يكون هناك بإذن الله تعالى يعني بشائر كبيرة سواء في هذه الجبهة أو غيرها من الجبهات. الميليشيات متهالكة، الميليشيات يعني في الرمق الأخير من حياتها. الأوضاع في هذه الأثناء وفي هذه الأيام كيف هي طبيعة المعارك الدائرة؟ نعم أخي الكريم، بين الحين والآخر يخوض أبطالنا يعني حرب شرسة مع هذه الميليشيات، وأضيف إلى ما تقدمت به أنه خلال المعارك السابقة يعني الأيام الماضية تم أسر أربعة من الميليشيات وبينهم قيادي هو سمير القهالي، وهناك أيضا نصر عدد من القيادات في هذه الجبهة خلال الأيام المنصرمة، أبرزهم علي عبد الله الحاكم وعبد الله حسن أبو دنيا وعلي محمد أبو دنيا، وكذلك شنت غارسة يعني الطيران التحالف العربي 11 غارة في 9 يناير، وكان هناك مجموعة من القيادات الميليشاوية أبرز الإسلام هو حمد صفي مشرف جبهة حرب وميدي. فيعني بين الحين والآخر هناك اشتباكات دائمة ومستمرة، والميليشيات مستميتة تحاول بشتى الوسائل والطرق وثقلها وكل ما تملك أن تفك الحصار عن بقايا جيوبها الموجودين داخل المدينة، إلا أن أبطال الجيش يتصدون لهم، وهناك إعداد كبير لتجاوز المدينة وتجاوز المواقع هذه التي تشن منها الميليشيات. كان الله في أمركم المقدم بندر المهدي رئيس المركز الإعلامي بالمنطقة العسكرية الخامسة، وضعتنا أمام طبيعة المعارك الدائرة والتي دارت خلال الأيام والأسابيع الماضية في هذه الجبهة المهمة والجبهة أيضا الساحلية التي تتكبد فيها الميليشيات خسائر، وقد أشرت إلى هذا وتشير إلى هذا باستمرار. المقدم بندر المهدي رئيس المركز الإعلامي بالمنطقة العسكرية الخامسة كنت معنا من ميدي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام سنخرج إلى فاصل قصير، نعود من ثم لاستكمال حوارنا ومناقشة ضيوفنا حول ما يتعلق بتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المشهد اليمني. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير عدنا إليكم لنكمل حوارنا وحلقتنا وتسليطنا الضوء لمجريات وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في محافظات متعددة وفي المشهد اليمني بشكل عام.
وقد أشرنا إلى ميدي، واحدة من الجبهات التي تدور فيها معارك، وكان معنا المقدم بندر المهدي، ومن جبهة البيضاء الجبهة التي فتحت مع نهاية العام 2017 وبداية العام 2018 الآن، وهذه الجبهة تتقدم فيها قوات الجيش الوطني بشكل كبير، وأيضا تكبد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وللحديث عن طبيعة الأوضاع هناك ومستجداتها والمعارك الدائرة، معي العميد علي أحمد، عفوا العميد محمد العمري، أركان حرب محور البيضاء. سعادة العميد محمد العمري، أهلا وسهلا بك. ايه مرحبا، لتصحيح الاسم العمري او العمري. نعم. العمري. سعادة العميد محمد العمري، اهلا وسهلا بك. نعم. نتحدث اليوم عن الاوضاع السياسية والامنية، وكونك ايضا احد القيادات في محور البيضاء، صف لنا الاوضاع هناك. حياكم الله اخي مختار، اهلا وسهلا. تحية لك ولضيفك الاستاذ احمد عارف ولكل المشاهدين، هنا تكون متعلقة كما أنقل حياتي من خلالكم لإفهام الرئيس ونائبه ومستشاره من علي مقدشي ورئيس هيئة الأركان، كما أحيي أبطالنا في الجيش والمقاومة في ربوع السعيدة اللعبة التي سوف يشهدها المستقبل القريب القريب والقريب جدا، العدل والمساواة في ظل يمننا الاتحادي إن شاء الله. كما أحيي أبطالنا يعني في جميع الجبهات، لا سيما في جميع جبهات اليمن، وخصوصا جبهات أبناء البيضاء الذين يقاوموا مقاومة أسطورية غير عادية، وإن شاء الله النصر جادم والعصر نحن على بدن المصاب متعدون ويجيز لتحديد اليمن كافة إن شاء الله. نعم، وبإذن الله الأبطال ذاهبون في ذات الطريق وسائرون بكل عزم. جبهة ناطع وغيرها من الجبهات، الجيش الوطني يحرز تقدم فيها متجها ومقتربا من مديريات جديدة ستفتح قريبا في هذه المحافظة لدحر الميليشيات الحوثية منها. كيف تسير المعارك هذه الأيام؟ المعارك تسير في هذه الأيام بشكل جيد، وتتقدم من الضار إلى جبل الزرحاء، وهو يطل على صفحة مباشرة وعلى مرمى الكلاشنكوف، ثم ضار البياض عند الوصول إليه، والذي سيقطع الطريق المؤدي إلى من وإلى الملاجم والنعمان والجندة والسيطرة على صفحة. وإن شاء الله الأمور تسير على ما يرام، وهناك وما على بقية الجنود المحاصرة إلا الاستسلام وإن وجد، وإن لم يعني يستسلموا فلن يواجهوا إلا القتل، وإن حاولوا الفرار فجيشنا بالمرصاد، وإن شاء الله الأمور يعني جيدة وبقيادة العميد المنصوري، وينضم إليه أخوه الجائد البطل العميد العبيدي، والأمور مبشرة في هذا المجال في موضوع جبهة ناطع. العميد محمد العمري، فيما يتعلق بالخسائر التي تتكبدها الميليشيات اليوم في هذه الجبهة التي فتحت لها جبهة البيضاء ضمن الجبهات الأخرى المتعددة. البيضاء حقيقة يعني تكبد الحوثيون خسائر فادحة في الجنود والمعدات والأسلحة، يعني لم يتكبدها في أي مكان، رغم شحة الإمكانيات والأسلحة البسيطة، لكن أبناء البيضاء صامدون مقاومتها، والجيش الوطني الذي انضم من بيحان ثم حضر أول مديريتين نعمان ثم ناطع، والآن متجه إلى الملاجم،
وكانت اكبر خسائرهم حتى انه يعني الاسرى بالمئات. وتم حتى من خلال هذه الاسرى تم التبادل اكثر بالعشرات، يعني بالامس اكثر من 120 22 تم التبادل باسرى لابطالنا عند الحوره، سواء اسرى يعني حرب جبهات او اسرى مختطفين، والحمد لله. نعم العميد محمد العمري، نحن نعلم أن الميليشيات نهبت أسلحة الدولة، دولة صرفت المليارات على هذه الأسلحة وكدستها وجاءت أو ذهبت في نصيب ونهب وسلب هذه الميليشيات وسيطرتها. الجيش الوطني في محافظة البيضاء واحتياجاته وتسليحه أيضا في إطار هذه المعركة. نعم نبشركم انه يعني من خلال عندما يتم الاعلان او بدء العمليات الحربيه او العسكريه في الميدان، انه يعني لم نحتاج الى سلاح الا لانه سوف يعني نسلح من يعني عدونا الحوثي، لان جميع اسلحته ودباباته ومدافعاته ومدفعياته كلها في البيضاء، هناك يعني الأسلحة والمخازن الكثيرة والكثيرة جدا. وأنا أقول أن هذه رغم هذه الأسلحة أنه ما يقاتلوا بها، المعنويات يعني أنت يعني تحت الصفر. مقاتليهم الأقاعديين في البيضاء تقريبا أكثر من 95% أنتهوا، ما لم يتبقى إلا المعرضين والأطفال. أنا أعتقد أنكم شاهدتهم في أكثر من قناة أطفال صغار لا يتجاوزوا 15 و16 و17، وهذا جرم من اجرام الحوثة. وان شاء الله يعني عندما تبدا وتاتي الاوامر من القائد الاعلى للقوات المسلحه ونائبه سوف تروا داعمكم الانتصارات، وابناء البيضاء جاهزون. الحاضنه لمن؟ الحاضنه الشرعيه، الحاضنه لابناء البيضاء، الحاضنه لمقاومه ابناء البيضاء. الحوثيون لا يوجد لهم حاضنة، لا يوجد لهم حاضنة، ولا يوجد معهم حد حتى وإن أعلم بعض الناس لو مصلحة أو تاجر، رح نقول لا يوجد مع الحوثة أحد. وسوف ترون هذا الدليل العاجل إن شاء الله. طيب سعادة العميد، كيف يمكن توظيف هذه الحاضنة الشعبية الكبيرة في البيضاء لصالح الجيش الوطني ومعركته؟ هناك أيضا حتى من هو مستعد الانخراط والانضمام مع الجيش الوطني يحتاج إلى إعداده وإلى تسليحه وإلى استيعابه. نعم نحن أعلننا ونعلن من خلال يعني بياناتكم أنه يعني يوجد عدة معسكرات لأبناء البيضاء، بل يعني توجد عدة معسكرات في عدة يعني أماكن، منها يعني في الجوف، منها في تعز، منها في القضاء، في المناطق المقاومة. ونستقبل يعني المئات والمئات، وأهلا وسهلا بهم جميعا. وآخرون يعني نحن متأكدين أنهم جاهزين، لأن أبناء القضاء لا يحتاجون إلى تدريب، هم مدربين. تجد يعني أبسط واحد يعني عنده الدراية والمعرفة يرمي على الكلاشينكوف والمعدل، اما اغلبهم بيرمي ذا علو، بيرمي ذا الار بي جي، بيرمي ذا صاروخ الار بي ار، جميع الاسلحه اسلحه المشاه، وهم جاهزون ان شاء الله. نعم باذن الله تعالى. العميد محمد العمري، اركان حرب محور البيضاء، كنت معنا، شكرا جزيلا لك سعاده العميد. وأعود لأخذ أيضا العميد علي أحمد الكينعي، قائد اللواء 151 مشاة سعدة. مرحبا بك سعادة العميد علي. مرحبا أخي الكريم، حياك الله. أهلا وسهلا. جبهة سعدة واحدة من الجبهات التي تتقدم وتحقق تقدما كبيرا، وسعدة هي معقل الميليشيات الحوثية وتستميت هذه الميليشيات في الدفاع عنها. ضعنا في صورة وطبيعة المعارك التي دارت خلال الأيام الماضية والأوضاع في هذا الوقت. حبيبنا الكريم والمشاهد الكريم، بالنسبة لجبهة محور صعدة، لا شك أنه محور مهم جدا وذو استراتيجية عالية جدا
على كلا الطرفين. الحوثي يراه منفذ له ويريد أن يستمر ويبقى فيه، كذلك الجيش الوطني والشرعية. لا شك أن أهمية هذا المنفذ والدور الذي سيؤديه في تأمين الخط الرابط بين المملكة السعودية وبين المحافظات، وهي الجوف إلى مارب إلى صنعاء إلى صعدة، لا شك في هذه الأهمية الاستراتيجية الكبيرة، والجميع يدرك ذلك. ولما له يعني من قوة في المستقبل الاقتصادية وتسهيل مهام لتنقل المواطنين عبر هذا المنفذ العظيم، لا شك أن ألقى ثقة له في الأيام الماضية في جبال العليب وعمود الصعرة وأم العض وغيرها من ما كان يملك من أسلحة الجيش الوطني ونحملها على هذه الجبال، وبفضل الله عز وجل الحمد لله تم حرقه من هذه المناطق. والجميع الألوية المرابطة في هذا المكان، يعني محور الصعدة بقيادة العميد عبيد الأثلى، وكذلك 103 بقيادة العميد زياد، وكذلك الرداد الهاجم العميد الفتح، وكذلك لواءنا المرابط في هذه الجبهة تم دحره من هذه الجبال والذي كان تمركز فيها، و يعني ملأها من انواع السلاح، السلاح الذي هو كان يملكه الجيش الوطني وحمله على هذه المناطق الحدوديه لما يرى من اهميه في هذه الاماكن. ولكن بفضل الله وعون الله عز وجل تم اغتنام هذه الاسلحه كلها مع الذخائر ودحره من هذه الجبال، وانتقلت هذه الألوية من هذه الجبال إلى الخط الرابط ما بين المؤدي إلى الجوف وكذلك إلى صعدة. والآن الحمد لله الألوية تتقدم إلى الجبال الأخرى وهي المليل وأبيض ومحجوبة وما وراءه، وهذه التسميات عامة ولكن هي سلسلة جبلية، وإن شاء الله في الأيام القادمة تلتقي هذه الألوية مع الألوية الأول حرس حدود الذي هو في اليتمى ويقاوم سلوك سلول الانقلاب وشرذمة الذي يتبعون إيران، وهم بالحقيقة لم يخدموا وطنهم بل أتوا بكل وسائل التدمير، حفظك الله. طيب سعادة العميد علي أحمد، فيما يتعلق بطبيعة المعركة أو طبيعة الوجود الذي يمثله الجيش الوطني في هذه المحافظة، هل هي جبهات متعددة متفرقة أم جبهة واحدة بهذه الألوية المعروفة؟ بالنسبة هناك الذي هي جبهة علب عدة ألوية وهو محور، جبهة رازح وهي عدة ألوية وهي متمحورة، جبهة البق، هذه ثلاث جبهات ملتهبة ومشتعلة وتتمكرس فيها عدة ألوية وعدة ألوية وإسنادات كبيرة جدا. والحمد لله هذا التقدم ناتج عن وجود ميداني وقيادات ميدانية وذو خطط ويعني تنسيق بين الألوية جميعها لا شك، وهذه الجبهات ملتهبة بشدة عالية جدا. والحقيقة أن المحور صعدة حقيقة في هذه الأيام وما قبلها وما بعدها في قتال مع هؤلاء بقوة وبكل ما يملكون من سلاح وإسناد جوي من أخواننا من التحالف. نعم سعادة العقيد علي، يعني على ماذا يعتمد الحوثيون في عمليات الدفاع في هذه الجبهة؟ يعني نفس آليتهم في بقية الجبهات الألغام والقناصة؟ والذي يظهر أنه يرى أنه يتمترس وراء هذه الألغام بأشكال وألوان وأحجام، ولكن لم تمنع الجيش الوطني من التقدم وإزالتها بفضل الله عز وجل، وإلا فهو قد ملأت قال السهل والجبل من هذه الألغام بطرق شتى وبأنواع وبعبوات لا يتصورها المتصور، بل لم تستخدم في كثير من الحروب، بل أنا أرى أنه يعيش حالة هستيريا في صناعة الألغام، ولكن هذه لم تمنع ولم تعيد تقدم الجيش الوطني. وإن شاء الله يعني قادمون إلى مران إلى صعدة إلى عمران إلى صنعاء، وستلتقي كل محاور الجيش الوطني لإزالة هذه الشرذمة الخبيثة بإذن الله. فيما يتعلق بجبهة صعدة، هي واحدة من
عشرات بل ربما مئات الجبهات المفتوحة والممتدة على الرقعة الجغرافية اليمنية التي تضيق الخناق يوما بعد يوم على ميليشيات الحوثي. اليوم هناك بالمقابل جبهة تعز وهي جبهة مشتعلة وتنطلق فيها عمليات تحرير وتدور فيها معارك شرسة، وأنتم تقاتلون الميليشيات الحوثية في صعدة، كيف تتابعون الأوضاع في تعز؟ لا شك أن كل بقعة في أرض اليمن الحرة الأبية وكل الشرفاء في كل الميادين في كل الجبهات في كل شبر في كل من كل نسمع أن كل طلقة تصدر وتنطلق إلى صدر العدو، لا شك أن هذه يعني عامل معنوي لكل للجميع، ونحن يعني كل ما تقدم إخواننا في أي جبهة من الجبهات نعده رصيدا للجبهات الأخرى، وكل طلقة تصدر إلى العدو نعدها كلها تصب في المصب والهدف الرئيسي وهو التضييق ويعني متابعة سلولة هذه الفئة المجرمة العميلة التي لم تبقي أي شيء من معاني الإنسانية والكرامة للرجل اليمني. نعم، بالمقابل جبهة صعدة أبطالها وجنودها من عموم محافظات اليمن من عموم أنحاء الجمهورية بما في ذلك المحافظات الجنوبية ألوية وأفراد وقيادات، فيما يتعلق بالأوضاع في عدن كيف تابعتموها؟ لا شك أن أولا لفتة كريمة أن هذه الألوية تحمل شعار الجيش الوطني، تحمل المواطنة اليمنية، تحمل كل من له يعني مظلومية، كل من يريد أن يعيش حرا كريما في أرضه، الجميع يقاتل ها هنا، جميع المحافظات أبناء المحافظات من جميع من شرقها إلى غربها، من حضرموت، من عدن، من أبين، من تعز، من إد، من لا تكاد تجد محافظة إلا وأبنائها ها هنا يقاتلون، لأن الهدف واحد والعدو واحد وسنقاتله من أي مكان، ليس هناك يعني مكان دون مكان، كل أرضي لابد أن تحرر وكل أرضي سنقاتل هذا العدو من حيث ما الذي سنقاتله في تعز وسنقاتله في مارب سنقاتله في الضالع سنقاتله في الحديدة سنقاتله في كل أرض اليمن وندور مع حيث ما دار سنواجهه. بالنسبة لأحداث عدن حقيقة كالوضع الذي تعيشه هذه العاصمة الاقتصادية، العاصمة التي أول محافظة تحررت من أيدي هؤلاء، ولكن الأمل بعد الله عز وجل في القيادة الرشيدة أنها تعمل جاهدة في إثبات الوضع، وأن انزعج فعلا كل غيور حر على بلدي، انزعج لما يحدث في بالذات المناطق التي تم تحريرها، وأن تبقى أيادي يعني أيادي تعبث بأمن واستقرار من هذه المحافظات، ولكن القيادة إن شاء الله نأمل أن تقبض على أيدي هؤلاء ولا تترك لهم مجال، وكلنا يعني دفاع عن عدن، كلنا دفاع عن صنعاء، كلنا سندافع اليوم أو غدا، وهؤلاء الذين يتربصون مثل هذه الأعمال هؤلاء لا يمثلون إلى أنفسهم والكثير من أبناء الأخواننا المناطق التي حصل مثل عدن وغيرها يرون الموقف هو واحد، ونحن دحرنا الأعداء من ها هنا وسندحرهم في تلك المناطق بإذن الله عز وجل. العميد علي أحمد الكينعي قائد اللواء 151 مشاة من صعدة كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ومن جبهة الجوف معي العميد محمد بن راسية مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة، مرحبا بك سعادة العميد محمد. يا مرحبا حياكم الله. أهلا وسهلا بك. جبهة الجوف ومنطقة خبو الشعث ومنطقة برط والمعارك الدائرة هناك طبيعتها خلال الأيام الماضية حتى اللحظة؟ الحقيقة يعني جبهات الجوف كان مشتعلة في الأيام الماضية، وكان العدو بيضغط بعد ما تقدمنا في مديرية خب الشعب ووصلنا على حدود مديرية العنان برط العنان ومديرية الحشوة في تابع لصعدة، حاول العدو أن يضغط في جبهات الجوف لكنه لم يستطع أن يحصل على شيء. الأوضاع جيدة جدا ممتازة والحمد لله، يعني الجيش
الوطني متقدم في جبهة خب والشعف. أمس حدث هجوم، حاول الميليشيات الانقلابية أن تعمل هجوم بالأمس، لكنها وجدت أو عمل لها الجيش الوطني التفاف، استطاع أن يقتل عدد من أفرادها ويسيطر ويستولي على ما يقارب 4 أطقم مسلحة بسلاحها، والحمد لله والأمور طيبة وجيدة جدا يعني. الحمد لله. نتابع أيضا في جبهة الجوف انضمامات وانشقاقات إن صح التعبير لأبناء هذه المناطق وعودتها إلى الجيش الوطني وإلى حضنة الدولة، كما أن لهذه الأمور أو أن الجيش اليمني يفتح ذراعيه لكل من يريد أن يتطهر من هذه الميليشيات ويذهب نحو الدولة، لأن هناك أيضا من يحذر من أن تستغل مثل هذه الأعمال. حدثنا عما يجري في وتجربتكم في الجوف بالتحديد. الجوف في انضمامات كبيرة حدثت في الماضي وتحدث في هذه الأيام، ولا هناك انشقاقات يعني في من صفوف العدو، هناك أعداد كبيرة انضمت سواء للجيش الوطني أو أعلنت انفصالها عن الميليشيات الانقلابية في الأيام الماضية، وهذا حدث كثيرا من الأيام الماضية. احنا في مرابطين، احنا موجودين ومرابطين، سواء انا والاخ قائد المنطقه اللي متحرك لها قبل يومين رجع الى المحافظه، والاخ محافظ المحافظه موجود في مديريه خب والشعف، متواجدين ويستقبلوا ونستقبل جميع الناس من اتى، فتحنا صدورنا له، وخصوصا الناس المغرر بهم والذين لم يحدثوا شيء في 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 صفوف الجيش الوطني او لم تكن ايديهم ملطخه بالدماء، تم قبولهم وضم البعض منهم الى الجيش، ومن لا يرغب الانضمام الى الجيش جلس في بيته واصبح عينا للجيش الوطني. والحقيقه الامور طيبه جدا جدا يعني في هذه المناطق، وسيكون التقدم في الايام القادمه ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. جبهه الجوف تمتلك العديد من الجبهات، ماذا عنها غير خب والشعب؟ لا، كلها جبهات الجوف جيدة، لكن نحن كانت خطتنا في مديرية خب والشعاف، هذه المديرية التي حدثتكم عنها سابقا هي من أهم المديريات، والحقيقة يعني الأمور طيبة جدا، وفي كل الجبهات يعني في كل جبهات الجوف مرة طيبة، والعدو في حالة انهيار، هناك مكابرة يعني من العدو، مكابرة المنتهية يعني، إن شاء الله سينتهي، لكن أشترك أن المعنويات مرتفعة لدى كل الجبهات، نحن نتواصل مع الجبهات من موقعنا في مديرية خب والشعف من منطقة المهاجمة، هذا نمسك لما يقارب شهر، والأمور طيبة جدا يعني في كل الجبهات، في كل جبهات الجوف، الأيام القادمة ستكون أفضل إن شاء الله بكثير. نحمد الله. العميد محمد بن راسية، قائد أو مساعد قائد المنطقة العسكرية 6، كنت معنا من الجوف، شكرا جزيلا لك سعادة العميد. مشاهدينا الكرام، هكذا ناقشنا مع هؤلاء ضيوفنا الكرام الذين شاركونا هذا الحديث، سواء سياسيين أو عسكريين، الصحفي أحمد عايض رئيس تحرير موقع مارب بريست، وكذلك الصحفي مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام، والمقدم بندر المهدي رئيس المركز الإعلامي بالمنطقة العسكرية 6 بميدي وما حولها، والعميد علي أحمد الكينعي قائد اللواء 151 مشاف في صعدة، والعميد محمد العمري أركان حرب محور البيضاء، والأخيرا كان معي العميد محمد بن راسية مساعد قائد المنطقة العسكرية 6 في الجوف. لهم كلهم التحية، ولكم أيضا مشاهدينا، ناقشنا موضوع تطورات الأوضاع السياسية والأمنية وطبيعة المشهد اليمني اليوم. لكم التحية مرة أخرى، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. استودعكم الله.